ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة من برنامجكم ترنيمة وعود. حلقة اليوم حلقة صلاة، صلاة لسوريا، لشعب سوريا، لأهل سوريا اللي انظلموا كتير في الآونة الأخيرة، وكأنه إحنا كبشر ماتت فينا الإنسانية. هالصلاة لرب، يا رب صحي فينا الإنسانية، صحي فينا مشاعر الأخوة لبعضنا البعض في الإنسانية. إحنا جايين نصلي لسوريا، نطلب من رئيس السلام رب المجد يسوع يسود عليها بسلامه، سلام لسوريا بمسلميها ومسيحييها وكل الطوائف الأخرى اللي فيها. هذا البلد اللي حضن كتير من الطوائف إله علينا فضل، إنه لازم نصلي له، لازم نطلب حضور الرب مع أهله وسكانه فيه. هالترنيمة بتقول رافعين الأيادي ورافعين الصلاة، وقلوب بتنادي وبتصرخ يا الله، اتحنن عبلادنا أهالينا وولادنا. يا رب السلام، امنح سوريا السلام، باركها بالسلام ورجع فيها الحياة يا رب. نشكرك لأنك بتسمع وتستجيب لما نصلي في اسم يسوع الغالي. آمين. رافعين الأيادي ورافعين الصلاة، وقلوب بتنادي وتصرخ يا الله. رافعين الأيادي ورافعين الصلاة، وقلوب بتنادي وتصرخ يا الله. اتحنن عبلادنا أهلينا وولادنا، اتحنن عبلادنا أهلينا وولادنا. يا رب السلام، امنح سوريا سلام، باركها بالسلام، رجع فيها الحياة.
شو ذنب الطفولة وسنين الشباب للضيعة بسهولة وبلا أي حساب؟ شو ذنب الطفولة وسنين الشباب للضيعة بسهولة وبلا أي حساب؟ صلي بحرارة والله الصلاة بيسمع، ينهي المقرارة وكل اللي تهجر يرجع. صلي بحرارة والله الصلاة بيسمع، ينهي المرارة وكل اللي تهجر يرجع. ولا ترجع منارة، نصرخ لك يا الله يا الله يا الله. اتحنن عبلادنا أهلينا وولادنا، اتحنن عبلادنا أهلينا وولادنا. يا رب السلام امنح سوريا السلام، باركها بالسلام ورجع فيها الحياة. يا الله أبانا وقف الدمار وعز الحزانة وطفي كل النار. يا الله أبانا وقف الدمار وعز الحزانة وطفي كل النار. وارحم شعبك من الحرب الدموية، طيبة قلبك صحي الإنسانية. وارحم شعبك من الحرب الدموية، طيبة قلبك رجع الإنسانية. يا غامرنا في حبك منصلي يا الله يا الله يا الله. اتحنن عبلادنا أهالينا وولادنا، اتحنن عبلادنا أهالينا وولادنا. يا رب السلام امنح سوريا سلام، باركها بالسلام رجع فيها الحياة. رفعين الأيادي ورفعين الصلاة، وقلوب بتنادي وتصرخ يا الله. رفعين الأيادي ورفعين الصلاة، وقلوب بتنادي وتصرخ يا الله. اتحنن عبلادنا أهلينا وولادنا، اتحنن عبلادنا أهلينا وولادنا. يا رب السلام تنح سوريا سلام، باركها بالسلام ورجع فيها الحياة. رجع فيها الحياة، رجع لسوريا الحياة. آمين. وبصلي وقت عرض هالحلقة تكون المآسي خلصت، وكون الدمار وقف، ويكون اللي تهجروا قدروا يرجعوا عبلادهم. منصلي يا رب، منصلي هالصلاة لسوريا ولكل الدول العربية اللي بتعاني. منصلي للعراق، منصلي لفلسطين، منصلي لليبيا، وزي ما قلت
لمسيحيها ومسلميها. يا رب اشرق اشرق بنورك بسلامك عليها، ورجع سلامك للناس المحتاجة سلامك. وبترككم في سلامة ورعاية المسيح. الرب يبارككم ويبارك بلادكم وين ما تكونوا بالسلام، ويرعاكم دائما. سلام المسيح يكون معكم ويدوم فيكم. ترنيمة وعود.